ايه الفرق ما بين الولد والبنت لما بيجي يتخانقوا مع اصحابهم؟ الولد ممكن اصلا يكون بيتخانق بهزار، انما البنات ممكن تقوم قافله في وشها السكه عادي وبعدين ترجع تقول لها ايه يا حيوانه. الولد بيبقى سريع في كل حاجه عامه، يعني مثلا عادي اللي هو يقفش معاه كلمتين ورد غطاهم وخلص وبتاع وخلصت الليله، وممكن يتصالحوا في نفس اللحظه او بعدها بيومين ثلاثه، مفيش القمص والنفسانه دي. يعني بنت بتأفر والولد بيصالحوا في نفس اللحظه، بيتقمصوا بسرعه جدا، بيقفشوا من اقل حاجه. دي حاجه بتخنقني طبعا، بس بحاول اتاقلم عليها لو شخص انا بعزه. يعني جيب لها بقى الحاجات القديمه وانت عملتي وكده، يا ما عملتي ليكي ولا حاجه بتتمرسيكي، بتردي الكلمه بعشره مش عامله حساب العشره. بيشدوا في شعر بعض. في بنات يعني شبح في نفسها، اه لو زيك كده يعني. فكك مني بقى. تقوم بقى وتشمر وتخانق وكده يعني. لا 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 مش هتمد ايديها، بس لا بتمد ايديها ماما، تقلب الترابيزه بشياكه. ما بقى بتبقى خناقه بجد بجد. أيوة. ممكن نخسر فيها بعض. نخسر بعض اه عادي. ازاي بقى شبح؟ يعني هي ممكن شويه مواقف تافهه تقوم عامله عليها موضوع كبير. ممكن بقى اصلا واحده تدخل توقع اكتر، فخلاص بقى اصلا ما فيش واحده تاني. الخناقات بتبقى شات، ما فيش فيس تو فيس خالص. فتشات بقى انت عارف بيخرب العلاقات خالص، وفي الاخر سوري مش عارف ايه وخلاص خلصت على كده، ونشوف بقى نسلم على بعض وخلاص. الله هاتي بوسه حقك عليا يا دوسه. تمس بقى وانا بقى زعلت ومش عارفه ايه، وتاخد جنب بقى والحوارات دي بقى. الجو ده الولاد بقى ممكن ايه يشتموا بعض بتاع يعني كده. لا ما بنشتمش احنا، ما سمي بقولك مثلي ما تشتميش، مثلي. اتنين صحاب، انت اتنين صحاب بيتخانقوا مع بعض. ولد كده زميلي في ايه؟ ما تفك على نفسك شويه. فك على نفسك برضه، فك على نفسك برضه. لا بيمدوا ايد بعض، بس الشغل الضيق ده. اه ممكن بقى يزعلوا بقى فعلا من بعض جامد بقى، ويقوم قايم له بقى ويقفل معاه خالص وما يتكلمش وبتاع. اه يعني لو قاعدين ترابيزه وبتاع وهو قاعد قدام مني، لو المشاده يعني يعني بقت جامده قوي وبقت اوفر، فالترابيزه بتتحدف او بتتزق عليه، ما بتفضلش لما حد يجي يسلك. غير كده ما بنهداش. واللي بيسلك ده بيحصل فيه ايه؟ ده بيطلع بيتين امه. والله بيتضرب اكتر من الشخص ده بتخانق معايا اصلا. يعني ايه يا صاحبي؟ في ايه؟ في ايه؟ مش كده يعني، مش اسلوب. اقول لك ايه؟ ماما بقى الولد مثلا بيروح مطوح بقى الحاجه كده واسمه ده، ويا عم ما تكلمنيش تاني ومش عارفين انت اصلا انت الغلطان وبتاع بقى، ويطوع الحاجة. البنت بقى بتفضل تقول لها انت ايه مثلا، انت اللي بدأت الاول، وتبدي بقى واحدة مثلا تعيط فتستهبل بقى وتعمل نفسها غلبانة، فالتانية تبان بقى ان هي الوحشة بقى هي اللي خليتها تعيط. مثلا لو قابلتها مثلا قالت لها انا 100 مره قلت لك قبل كده ما تعمليش، يعني ما تعمليش، تصرفيش معايا بالاسلوب ده، مش ممكن بجد، تعلميش ابدا. انا عايز اقول ان الصحاب دي حاجه جميله جدا، ربنا يبارك لنا فيهم. لحد اللي عنده صاحب جدع يتمسك بيه، ما يتخانقش معاه. مفيش حاجه مستاهله الخناق الكلام ده كله. فحبوا بعض، حبوا بعض، وقف يا حيوان. شكرا. يعني ايه حبس سكنات؟ يعني ايه حبس سكنات؟ يعني اي حاجه كده، يعني حاجات كده كتير. اشتكانات، عارف لما يجي يقول لك حبشتكانات؟ انا بقول ايه؟ مش عارفه انا بقول ايه يعني. والله ما خدتهاش في الكيلوز خالص. طب والنبي قول لي حاجه انا اقولها على طول. والله بص اديني بس كده. اه بالظبط. ايه بقى الفرق ما بين الجراسه والحبشتكانات؟ لا اله الا الله. مش فاهمه ماله، متضايق ليه ماله؟ عندي محاضره وبسقط دلوقتي حالا. انا عايزك تقلدي ولد بيتخانق مع والد ازاي؟ اصل انت عارف بقى اللي هو جو العيال الاشباح كمان. الاشباح بقى هما بيتخانقوا. لا مش عارف. حتى لو ضربنا بعض بخش عليه بقى اديله بالقلم. ازيك عامل ايه وبتاع، نقعد نتكلم اكن ولا في اي حاجه حصلت وبتمشي يعني. عايزين بس السيد المشاهد اللي هيتفرج علينا يتمتع بالخناقه. بالظبط كده. وبرضه يعني ايه، نحاول ان احنا نديله معلومه ان هو يتجنب الاخطاء ديت. الاخطاء تمام اوكي. لو داخل في خناقه وهتهت واحد هتخش له ازاي؟ ههت واحد؟ انت عايز تهت في اول الدخله كده يعني. مثلا لو هو انا داخل اتخانق على طول، انا عايز داخل باجوره شكله. لا انت داخل اتخانق على طول. داخل اتخانق على طول. والله لو هو مديني ظهره
اروح انا مديله بالرجل. لو مديني بوشه هروح مديله بالرجل برضك يعني. يا اسطى احنا وقت العوا بنت طش زلط. انت طش زلط. لا عشان لقيت الاكشن كده اتغير، انا قلت بنت طش زلط. تمام اوكي. لا مش تمام. بالنسبه للبنات طبعا طبعا، لو واحده صاحبتك صاحبتي جدا مثلا وجت خدت مثلا انا مرتبطه بيه خطيبي وات ايفر حتى لو جوزي يعني، ايه المشكله في كده ما دام ان بابليك مفيش فيلينج؟ فيلينج صوت لا طبعا لا يعني كده يعني صاحبتي وكده وتخني وتديني تخزني في ضهري لا صحش. يوم هو يتعامل معاه ببرود فهي تتعصب تتعصب وتقوم راميه كلمتين دبش تبوظ الدنيا وخلاص. زي ايه بقى؟ انت بارد انا فكرت ما عندكش دم. في حد هيعدي دلوقتي؟ في اتنين هيعدي دلوقتي. كانك هوا بالظبط كده. عدي فن عدي فن عدي عادي بقى. نبدا نقوله جديد بقى. عدي من ورا عدي. عيب كده عيب كده. بتحاوري. تمام. ربوا ولادكم ربوا ولادكم عشان هم قرفونا وربوا المجتمع بقى عشان اتخلقت منكم بجد قرفتوني. قاعد لوحدك كده سرحان شيطان يوزك في سكه شمال يفضل يقول لك سجل يلا. لا لا خلاص كده خلاص كده اه باي 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 شكرا.